ومساكم الله بالخير والنور والسرور. هلو وهاي ريم تسلم عليك. هلو يديرين بخير وعلى خير. ليه ما تغادرين الوليدة؟ فين درتي الغطاء ديال الضاعة؟ ها ولا الغطاء ديال الضاعة في المدينة. وانا دابا دخلت عليك بالله نجمع الرضاعة ونجمع الصاف ونجمع واش انا اللي ولدت روحي واش انا نشدها ونجمع الرضاعة شديها وتجمعي كلشي ايه وي ها قاعد درنا هادشي. انت معايا ولا معاها؟ انا ما عرفت صراحه شو مستوي مره وحدتي. سالتني وين الغطا مال الباتل الرضاعه زين قلت لها في الماشين يتعقم. قالت لك لا انت سوي كل شيء حق بنتك او انا اشلها او اشيل كل الاغراض. وهي ندير اختي ما كانش ندير لها الحزام ونحزمها في ظهري القمار. واش القمار؟ كنا كنركبوهم ونشقاو ونصبنو ونركبها. والله الا خاصني نركب الصراحه فكر زوين ان شاء الله احنا المهم حنا انا ما عرفتش السالفه. المهم ياك هم رايحين دابا انا واش انا اللي ولدت ولا هي؟ هي ولدت وانا اللي خاصني نجمع الرضاعه. بس عادي زين عادي ما فيها شي. شو المشكله ياك جداها؟ شو المشكله؟ شكرا راجلي كي دافعني عشان الحق. كل واحد نصيبه عنده. لا عندك تشدي انا اللي كل شيء. خلاص انا 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 بيودها وانتو ديروا كل شيء. يلا والله راكم تحكوا تروح من اليوم. احنا اليوم غادي مدينه الشارقه انا وماما غنمشيو. بيخلوني روحي اليوم اليوم بتم روحي. لا صراحه تعبان راد من الدوام. قلت ابوي انا وانت احنا الخرجه بلا بكره والو. والله اليوم عاد اليوم اسمحوا لي عاد بس اليوم والو ما كاينش. قلت اليوم بخلي يوم حريم. حريم ولا الحريم؟ حريم انت ها يعني انا وياها وهي تبعتي حرمه. ها وريم وانتي وامك وخالج. بس انا مسؤول ما معنا خالج. لا بس انا مسؤول في حريم. انا والله الا خرجه معك زوينه صراحه. انت بعدا كتورينا البلايص ونضحكوا انا وياك. انا غنوريك البلايص ان شاء الله. دابا خليتيني مني ليها. المهم شي علاش اختي حبينا نقول لكم نسينا بعد شي كنضحكوا وبغينا نشطوكم شويه. نسينا شيء واحد اهم شيء نسينا. رمضان مبارك. مبروك عليكم الشهر ويتقبل الله منكم صيامكم صالح الاعمال. كملي. وواحد النقطه بغيت نشير ليها سميتو بغيت نقول لكم على الفيديوهات اللي دازوا اللي سبق. حنا الا درنا شي حاجه راه كنديروها غير على قبل باش ننشطوا معاكم ونشطوكم اما لا لا بالعكس هاد الفكره خصهم ياخذوهم انا الدنيا هاني والله ما انا الكلام المزيان تيدخل وتيبقى الكلام الخايب الخايب ديال الناس انا هو اولا العباده وداكشي بيننا وبين اللي خلقنا ايمان في القلب ماشي انني نشير نقول لا راه بالعكس حنا هكا عائله هكا عائلة كتضحك باغا المرح باغا تضحك باغا فهمتي الحدود يا جماعة الخير وخالد نسيبي وولدي وكلشي فيه الحمد لله والشكر لله. يا جماعة الخير وانا اضحك اقول لكم اضحكوا استانسوا افرحوا عادي هاي الحياة هاي سنة الحياة سنة الحياة بوي واحد يمرح يضحك يلعب يستانس مش مشكلة يعني أنا ما حد نسى هي ما نسيت عبادتها ولا أنا نسيت عبادتها. مريم بنتي خالد ولدي الحمد لله محتارمني ومحتارمة اللهم لك الحمد الله يرضي عليا زعما ما نقصرش الحمد لله ديني بحال مو وربي شاهد. إيوا الحمد لله الله يخلص كل واحد. أهم شيء ما تضايقين أمي. لا لا بالعكس أنا ما أهم شيء أنا الوحيدة اللي ما كنتقلقش وما كنديرش في هضرة الناس غير كنبغي نشير لهم شوية باش ما يبقاوش مراد بداك التعبير ديالهم ينساو واحد شوية يشغلوا رياضهم شي حوايج اخرين. شو بالمغرب اش يقولون ما تسوقيش لهم ما تسوقش ما تسوقش صح اللي قال كلمه زوينه راه ليه ولينا واللي قالها خايبه راه راسه ما تسوقش ما تسوقيش للكومنتير صافي لا تقرين وايد. لا لا واش سبحان الله العظيم والله ما كنقراهم كاع انا بزاف غير شي وحدين اللي طحت فيهم واللي مزيان. عادي عادي اليوم يوم ترجعين اللي خليه يديهم معانا الحمد لله. احنا نسلم السلام يوم ترجعين بناكل معاك طميشه ولا مطيشه مطيشه طميشه مطيشه كل واحد خلاص زين فلا تحاتين الامور طيبه ضحكي. انت اهم شيء اهم شيء انت ضحكي شوف شوف ضحك ايوه. مرحبا مرحبا بالوليده في الشارقه
الو دبري باش الشارقة وي 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 الشارقة دابا نجيب ليها عجبتك الشارقة شوف راه ماجدة التليفون باش دير صوت وشنو وي شوف انا يلا غادا نبان الشارقة جاية بلا ميك اب بلا والو المهم حنا غادي غادي ندورو اليوم الشارقة نشوفو دابا ديال دابا ديامونتين ديال المغرب جاي هنا الشارقة هو اللي فيه نضربو فيه واحد الدورة نشوفو شنو الجديد عندهم هنا ونرجعو لدبي بغينا نمشيو لأبو هيل شنو بغيتو من أبو هيل الوليدة؟ تقليك سبيسيال سبيسيال بحال هنا دروكري ماشي دروكري مول الهري الهري قلت له دروكري ويلي 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 فكيما قلت لكم جينا هنا بلاتي نجمع شعري جينا هنا للديامونتين موجودة في الشارقة الوليدة كي جات في الشارقة قلت لي واش هادشي شوفي هادشي شنو هو حنا في الدار ماما من بعد كون جات والله الرفاعي هذا هو هذا هذا تغمقوا علينا هذاك اللون هذا تغمقوا علينا نقصوا عندكم هذا ويلا اختي انا نغمقوا على بغيتي لنا ماما مصطيع اللي تشوف بالك لا ما حات كيفاش ضروري ندير لها ضروري هاي الوالده بغات تنصطي واحد الله علاه ولكن فوجات عليا يا اختي شنو نقول لك نورتي عليا نقول لك واحد الحاجه الدنيا شنو نقول لك ناري بلعبك ما عرفتش يا يا وي ويل جو يا يا شور وي ويل جاست جو ذير اوكي عرفتي شنو غادي نقول لك درتي علينا الدار نورتي عليا حياتي ديري دابا عاد رجعت نروح ونضحك ونشط هي كانت مقفوله ويلي كنت مسدوده من الخوش صح من غادي جيت لدابا تغيرت صراحه بزاف نفسيتك تغيرت صراحه والله يسمح لينا من الوالدين الله يسمح لينا من الوالدين الله يطول في عمرك امين لك الذهوبه تاع لالا والذهوبه تاع سيدي لا لا ما عنديش ما عنديش قال لك الروايحه لالا والروايحه سيدي علاش نطريح نطريح ونخرجوا الزنقه هات قال لك بيجامه لالا وبيجامه سيدي قلنا عندنا مستورين بالستره ديال الله صافي ما عندناش وما خصناش الحمد لله كيفاش ماما ها قالت لك لالا خاويه الشرق خاويه من اول مره كنشوف المول خاوي واختي الراحه عفوك جاي خواو لك الطريق خواو لك الطريق خواو لك المول شي واحد صاحب بحاله باش تاخذ واه علاش ميشري دابا بلاتي واش انت دابا انت جايه عندهم انت جايه عندهم علاش غادي يخدموا ها انتي دابا جاي عندهم لا لا انا بغيت لهم الخير اول مساكن ما غيبيعوا ما يشريو اوي شنو غيشري من عندهم هادشي كله علاش غادي نطلعوا الفوق راه الطابق الاول اجي نمشيو نشوفوا هذوك الكسيوه الله يلا زوين الريم زوين يوبان هذه تجي كتا زوينة كتا صغيرة خالد الله يرحم خالد ومعلم هاي هاي انت خالد ها الخبرة ديال خالد شي كلشي الخبرة ديال خالد ما شاء الله او نو شوية وتقول لي والله وقلي قلت لي زعما واش عندك غير مريم قلت نو نو مريم امين ياسين قالت لي زعما انت هي والدة مريم والدة جداني ولا نقول لها ما شاء الله وي 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 ماما نقول لك الصراحة والله العظيم إلى بعض المرات شتي ولو كتكوني عايشة قدام عائلتك وكل شيء يعني مع راجلي وهذا كتحسي تتوحشي المغرب بعض المرات كنتوحشك ولا كنتوحشك وكنتوحشي خصوصا اللي داروا شي اغنيه ديال الميمه وهي الميمه عرفتي ديك الدريه العبديه اللي كتغني اش غنقول لك ما شاء الله على هذاك عرفتي اش غنقول لك انا كنبقى نبكي ملي كنسمع هذوك الاغاني بحال هكا على الام صح وحق الله بزاف كنموت هذاك شتيم شكون عزيز عليك بنتك ولا امك امي اويلي وبنتك الصغيره بنتي كنموت عليها
ولكن امي هي كل شيء. انا بنتي هي عينيا. امي الحبيبه. امي. ها هي. انت يا ماما ما توحشيش المغرب؟ انا فهاد اللحظه لا عادي. قولي والله عادي حيت دابا التليفون كيقرب بعيد ولو ولو دابا توحشت ولادي الصراحه وتوحشت داري. هاي 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 الحبيبه ولادي سمحي لي فعلا ولادي وحشت الواليد وما ننظام انت وحشت خالتي مالك وخالتي عيشه تحيي ليهم وعماتي عمتي حفيد عمتي خديجه عمتي كريمه عمامي هذيك راه مي وختي وكل شيء خو خالتي مالك عرفتي ديك خسيت الما الله يرحمها ولدتها وحده وانا فين حسين زعما زعما غا وحده في العالم كله هي خالتي مالك العالم كله العالم ما كاينش شي وحده يعني كوبي ديالها ولا شي وحده بحالها خالتي مالك ايوا التحيه للعائله المطرف تحيه للحمام تحيه لعائله طنطاوي تحيه لعائله المفتي مانوطو مانوطو من هذا المنبر كنعزيو عائله مانوطو الله يوالي تحياتي لله خافينا قطع علينا قلبنا والغالب الله البعد ما عندنا ما نديرو انتم راكم في القلب وربي اللي عالم انا لله وانا اليه راجعون الله يوالي برحمه الله كنا يجعل الخير والبركه في نياته وفي مرته الاهل ديالو كلشي وراكم في القلب الصراحه يا وي بس ديس جسمنا الصراحه اول مره كنجرب واحد اللعيبه لا كيا جوس بسم الله جوسو في بحال بابلز سمعت شو سميتو بلو بيري بوبا هذه هي دابا اللي انا غادي نجرب دابا بس انا اوريدي جربت هذا لايشي بوبا واعر عجباتني هذه هي غادي نجربها ما عرفتش كيفاش دايره واحد الاحساس غريب كون بنت شوف كيفاش كيديروا كيدير بهذه اللعيبه كيخلطها مع الايس وكيحطها مع هذوك البابلز اللي انا اوريدي اختاريتهم هذا وهذا ايوا هذا هو شوفوا كيدير باش زوين انه سيف يعني مسدود خاصك تجربيه جربي جرب كاع التجارب ما كانت اي حاجه جربوها فيها ولكن واعر ماشي العنب سويت ولكن الداخل فيه معاش بحال عصير النكهه ديال البلو بيري وهذا وديال ديال الخوخ البلو بيري صافي اختي خديتي جوله الشارقه وفي الصحراء السنغاليه بس خصنا نمشيو لمعالم تاريخيه وهذا ما بقاش الوقت دابا 8 ما بقاش هنا الوقت غادي نمشيو دابا لابو هيل ماما شنو قلت بغيتي الكنسة سمينة فورس قمح سبيسيال غادي القمح سبيسيال غنمشيو ناخذو على ودي رمضان وهذا نديرو الشهيوات اوه نمشيو للدار ان شاء الله صحة الوالدة قافية ما يدوي ورجعنا للدار اكيد بقدر نطلع بدور خالد مرحبا يلا فاق من النعاس الحمد لله هنا متفيق لهم أنا نعس تعبان قبل ما كنت صراحة ما بكذب كنضيف في الوجه كنت مرة مدوخ ما عندوش الخاطر راد من الدوام أبى أرقد بس شعب خرج المهم أهم شيء أهم شيء أهم شيء أنت وأمك ارتحتوا رحتوا الصحارى وين ما دوين صرتوا أمور الحريم يعني أمور النساء لا هذا غير سحر سنتين ما سنتين كنا بغينا نمشيو لأبو هيل بس يوم اتصلت بك قلت لي تعال بنمسير وياكم واستانست خلاص مسيو غيمشي معايا مسيو أنا
بوسيبل. خلاص قدرك تعالي انا بوديك. الحين مرة تدل لي مري شو تبين انا حاضر. عين هاي قبل هاي. حديتك والله. حشمني. بيت حمراء. اشوف لا. اشوف. توين علامة الريكورد هالاحمر؟ مطيشة. مرة. مطيشة. مطيشة مرة. طميشة. طميشة. هات يا ماما. قوم شيش انا اقول اسيري. طيارة كنت سنك. والو خذوا لي تجي واحدة قمضة. هات ها هي فين واقفة. هاي الطيارة ترياك. هذه لما اللي جيت بقات واقفة. هذه مرة ترياك الحين. ما بغاتش هي تمشي. يسووا لها صيانة. صيانة يصبوا لها بترول. غيبت لنا الصباغة. فهمت شو قالت؟ او انه بيردوا يصبغونه مره جديده. مره هذا فائد الضابط طيران. وجينا خالد ضروري الابداع. ها ها حق المتابعين احط اول باول احط لهم ما شاء الله وايدين سالوني وين المكان وين المكان فحطيت لهم خبرهم لازم تخبرينهم. ايه باش يعرفوا الصراحه. هذا هو مخبز مراكش في كل حاجه الصراحه ديال المغرب. والخل الخل راه بالي انت ماما شافت الخل. ماما اش بان لك؟ كاين الخل ديال البلاد. اه الخل ديال المغرب غير مزوينات. والخميره اختي خميره ديال ماما مين كتخمر؟ ارزا. عندهم ايديال زوين احسن من ارزا. اول حاجه يسول عليها هواي. لا بتشبع غازات ما بتشرب. على فكرة هاي انتاج مغربي بس المغرب. والله نفتخر في هواي. في القلب. في بيتك. هذا ما في ايديا. ماما هيك ماذا بيسري. ماشي هذا. سميد. كم كيلو. ماشي سميد. فورس. ناخذو كده في جوج كيلو باش يبقى. ناخذ سميدة ونقدم. اوكي. احلى حاجة لقيتها. الريض بالزيرو ما يمكنش. ملي كنت تدور عينك لا بانت لك شي قليطة. واو الريب غايب. شوف كل واحد عنده مصدر السعادة. خالد مصدر السعادة هاواي. واو حرق. شوف شوف كيف كتبان. هاواي مغربية. All the way from Morocco. زين مريم شو؟ شو هذا اول شيء شو؟ زين جرب هذا الريب بالزيرو. درجة هكا حميدة. يا سلام. واو صراحة ناري 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 ناري. واو فلوج صراحة الاكلات المغربية لا دايت ولا شيء. ودير لك معاها شنيكة. هذه الحياة السعيدة. مريم ما تاكل شيء مسكينة. ليش مريم؟ شعبانة. مشغولة. شعبانة وشبعانة. شو قال؟ شعبانة. 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 ايه. ماسكة ريم مسكينة وتهز في ريم. ايه شتي كنخدها. باش انتم تشربوا لي الريب. انا ماسكة ريم وانتم مسكوا الريب. والمدام يرسل الدم وتاكل. واكلك بعد. صراحة لذيذ ما شاء الله عليه. واعر. واعر. وهاي صارت تجيب شو؟ سيرو؟ سيرو. سيرو. والله ان مريم على. علم. ويلي ديال ماما. مانيش لماماش. صراحة هذا المشروب هواي مريم. زوين. زوين. بارد، أهم شيء إنه يكون بارد ومثلج. بارد كاز. احنا كنقولوا مونادا كازا. صراحة لذيذ. والله لذيذ. تبين؟ تبين شوي؟ شتي فونطا حتى هي كانت. شو اسمها؟ فونطا. فونطا وسبرايس. ما انا ما جربت هذي ما عندهم هني. انا جربت هذي. هاي عندهم راه. هي جربتها ما عجبتني وايد. لا انا اكثر شيء هواي. صحتك وراحتك. ها وصلنا. الله يعطيك شي حجة تمشي ان شاء الله. ووصلنا لنهاية الفيديو. زين قول لك خليني ندعي معاك. ها هدي. اليوم ديال رمضان. هدي. الله يخليك ديما الفوق الفوق. امين. بحال الله. كملي. تبقى
ديما الفوق الفوق. امين. وعمر ربي ما يخيبك. امين. الله ينقي طريقك من الشوك. امين. وشكرا انت هليتي فيك. الله يحفظك لوليداتك. ويحفظك ان شاء الله. يا رب. هاي مشغولة تاكل. المهم ان شاء الله. ام الغول مشغول. نتمنى ان الفيديو هذا ينال اعجابكم. يا رب. زين. وغينا الاعجاب ديالهم عاد ليلة رمضان ان شاء الله. الله يدعيهم معانا. ليلة رمضان وحبينا بعد مرة نقول لكم مبروك عليكم الشهر. وتقبل الله منكم منا ومنكم صالح الاعمال. ولا تنسون الاشتراك. بلاتي بلاتي. الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة والرزق إن شاء الله. شكراً إلى اللقاء. مريم الفيديو خلص الحين. باي باي. نهينا الفيديو نحن الحين أنت تقولين باي باي. كريت النص شوب نص كريت النص شوب نص والله يبدأ بعد. هاي المشكلة الفيديو خلص وهي بعدها مشغولة بالأكل. وهي مسكينة. وما قالت باي باي ويرسل تغني روحها باي باي مع السلامة. خلنا نشرب هواي بعد حقكم. باردة. هكينا هكينا. بالصحة والراحة.